بسم الله، عشان نرسم مستطيل او مربع ممكن اجي هنا اختار ريكتانجل او اكتب في الشريط اللي تحت دوت ار اي سي وادوس انتر او مسطره، فبحدد اول نقطه وثاني نقطه. يعني ممكن اقول مثلا دي النقطه ديت والنقطه ديت، اللي هي رسم لي الشكل المستطيل، او ان انا اجي هنا واكتب 500 و500 اللي هي رسم المستطيل. اي امر في الاوتوكاد بلاقي ان هو بيديني اختيارات، عندي مثلا شامفر او اليفيشن او فيلت او سيكنس او ويتس. الشامفر اول مثلا عايز الشامفر بتاعي مثلا 2 2، ولما هاجي ارسم المستطيل هلاقي زي ما انت شايف كل ركن بيبدا يعمل الشامفر، يعني ما بتبقاش الخطين متقابلين، لا بيبقى فيه زي قطع بينهم كده. تمام، ممكن اقول له فيلت، ده يبقى فيه برضه قطع بس على شكل زاويه فيلت اهوت، اقول له 2 برضه اهوت، لان فيه واخد كيرف كده او قوس او ارك بالشكل دوت. ممكن اقول له برضه ويت، عايز ان انا ارسم حاجه بسمك بالشكل دوت، ده لو انا عايز اعمل الحاجه تقيله. طيب لو انا عايز اتحكم في الخطوط ديت تبقى خطوط تقيله او خفيفه او كده، ده موضوع هنشوفه في موضوع الليرات. بس ممكن سريعا من الخصائص بتاعه العنصر، انا اي عنصر كده امسكه دي العناصر بتاعته، فبلاقي هنا باي لير ده اللون، ممكن لو انا عايز اديله لون زي الاصفر مثلا، والافضل كل شغل يبقى باي لير، يعني كل حاجه على اللير بتاعتها مظبوطه. تمام، هنا بحدد السمك بتاعي، ممكن اختار مسح حاجه كده بالشكل دوت. تمام، ممكن اجي من هنا اختار الشكل بتاعه، هل هيبقى مثلا هيدن خط ومسافه فاضيه، خط ومسافه فاضيه، ولا ممكن اختارها مثلا كاملين مع بعض. طيب نيجي هنا في الريكتانجل بلاقي حاجه اسمها البوليجون. ايه البوليجون؟ ده شكل مثلا خماسي سداسي سباعي زي ما احنا عايزين. يعني مثلا ممكن اقول له عدد الاضلاع اللي انا عايزها 6 مثلا، وابدا ارسم بالشكل دوت. بيقول انت عايز ترسم من المركز لحدود يعني الشكل بتاعي، ولا عايز تبقى عمودي على الاضلاع بتاعتي. تعال نجرب ده ونجرب ده. هنا بلاقي ان انا واخد برسم من المركز، ادوس في 8 عشان تبقى شكل في الافق الراسي. تمام، انا هنا برسم من نقطه المركز لنقطه التقاطع بين الاضلاع. تمام، ممكن اقول له انا عايز ارسم بوليجن، بس المره دي هقول له ايه، انا عايز عمودي على ضلع من الاضلاع بالشكل دوت. طبعا ممكن ترسم شكل ثماني سباعي زي ما انت عايز. هنا هنبدا نرسم شكل قريب من الدايره اللي هو الاليبس. ببدا احدد نقطه المركز بتاعتي سنتر، وبحدد ضلع من الاضلاع بتاعتي اند بوينت. تمام، وابدا بحدد الشكل بتاعي، هل هيبقى مثلا بالشكل دوت. ممكن اكتب على طول اقول مثلا عايز 3 مثلا بالشكل ده. تمام، زي ما انت شايف الاشكال ديت هي اللي بتكون اي حاجه احنا عايزينها، بتكون هي اللي بتكون الحوايط. الحوايط كلها عباره عن خطوط بسيطه جدا بنبدا نرسمها مع بعض، الارك الدايوريه كل الحاجات دي كلها خطوط بسيطه. تمام، طيب بعد كده بلاقي ايه الهاتش. ايه الهاتش دوت؟ الهاتش عباره عن تظليل. يعني انا دلوقتي مثلا لو رسمت ريكتانجل عباره عن عمود، طبعا بيبقى عندي عمود معماري عمود انشائي، فعايز ادي الواحد فيهم هاتش معين، بقول له هاتش، واروح محدد الحاجه اللي انا عايز اظللها. من هنا ببدا اختار نوع التظليل اللي انا عايزه، وليكن مثلا دوت او سوليد. لما اختار بيج بوينت يعني هدوس في نقطه ويبدا يدي كل الحاجات اللي حواليها نفس الظل، يعني بيج بوينت، وهدوس هنا هيبدا يدي كل دول نفس الهاتش بتاعي.
اي حاجه اي حاجه في الشكل المغلق اللي انا دوست فيه هيبدا يديها هاتش. طيب الهاتش ده انا حاسس ان هو يعني كتير قوي، الخطوط قوي كتير جدا مع بعض. ادي الحكم المقاسنه اقول له مثلا خليها 50 مثلا، تبدا بالشكل دوت تمام. وهذا الحكم من هنا نوعه، ده تدرج بالالواني، ده سوليد. ممكن اقول له انا عايزها اللون بتاعها هيبقى مثلا اللون دوت ازرق، ده اللون برضو اللي جوه، او مثلا اخليه اصفر. يبقى انا عملت كده تدرج يعني الالوان اللي جوه اصفر بس الخطوط نفسها واخده لون ازرق تمام. لو انا طبعا غيرت وخليتها مثلا سوليد خلاص بقى كله سوليد، او خليتها جرادينت هيبقى في تدرج بالالوان، وابدا اختار التدرجات من هنا. اخترت دوت هتلاقي التدرج بين اللونين، تختار مثلا اللون الابيض مع اللون الاحمر مثلا، تطلع عندك حاجه بشكل دوت. طيب بعد ما خدنا اوامر الهاتش تظليل، طبعا الحاجات دي كلها تيجي بالتفصيل، بس لما نبدا نعمل مثلا مشروع مع بعض سواء معماري او كهرباء ميكانيكال هتبدا تبان معانا الاوامر دي، بس بنحاول يعني سريعا كده ناخد الاساسيات بتاعت برنامج الاوتوكاد. اي حاجه من دول ممكن اقف عليها وادوس كنترول 1 عشان ندخل في الخصائص. مثلا الهاتش ده لما ادخل في الخصائص تحته بيبدا يجيب لي الحاجات الخاصه بالهاتش، لو وقفت على اللاين هيجيب لي الامر الخاصه باللاين، وابدا اشوف ايه الحاجات اللي انا عايز اعدل فيها. مثلا عايز اعدل في اللون نفسه، عايز اعدل في اللاير اللي هي موجوده عليها، عايز اعدل في اللاين تايب. كل الحاجات دي تقدر تعدل فيها بسهوله جدا.